قام وفد من النادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة ومعه المهندس نادر خليل مدير تسويق بزيارة السفارة الألمانية بالقاهرة للاتفاق على بروتوكول التعاون المشترك بين السفارة الألمانية بالقاهرة والنادي الأهلي للتنسيق حول مشروع بطولة الأهلي الدبلوماسية. واجتمع مرتجي مع عدد من مسؤولي السفارة الألمانية بالقاهرة وهم سيمون برومبايز المستشار الثقافي ومايكل ديبولد الملحق الثقافي وهشام مرزوق مساعد القنصل ومدير المشروع. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد كلف المجلس المهندس خالد مرتجي برئاسة اللجنة المنظمة لمشروع البطولة والتي تأتي في إطار الحرص على مد أواصر العلاقات بين النادي الأهلي والمؤسسات الخارجية. عبر شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتجديد لمدة موسمين آخرين مشيرا إلى أن التجديد جاء بدون أي مناقشات أو مفاوضات مطولة مع الأهلي. وأضاف إكرامي أن التجديد للأهلي تم على بياض وللمدة التي حددتها إدارة النادي وأنه لم يتردد لحظة في اتخاذ هذه الخطوة خصوصا أن الأهلي هو الأفضل في تقديره للاعبيه وبالشكل الأمثل، مؤكدا أن علاقته بالنادي ليست علاقة تعاقدية ومعتبرا الأهلي بيته الأول ولا يستطيع البعد عنه. أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي أهمية مباراة الرجاء المقبلة والمحدد لها الخميس المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية في الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري الممتاز. وشدد أيوب أن الجهاز الفني أكد اللاعبين على ضرورة استمرار سلسلة العروض القوية التي يقدمها الفريق خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات من أجل زيادة فارق النقاط مع أقرب منافسي الأهلي في جدول المسابقة. وأشار أيوب إلى أن الجهاز الفني للأهلي يتعامل مع فريق الرجاء بقدر كبير من الاحترام لأنه من الفرق القوية ولديه العديد من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز. أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عن مباراة الرجاء بالدوري الممتاز بسبب الإصابة. وأضاف أن الفحص الطبي الذي خضع له فتحي اليوم أثبت إصابته بإجهاد في العضلة الأمامية ومن ثم أصبح خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة الرجاء. وأوضح طبيب الأهلي أن فتحي سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي التي تقام يوم الثلاثاء القادم.
وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الرجاء في المباراة المقرر لها الخميس على ملعب المكسب الإسكندرية. ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته صباح غد الأربعاء قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا آية وأهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. في البداية طمنا على تدريبات الفريق اليوم. طبعا النهاردة الفريق بيواصل تدريباته لليوم الثاني على التوالي استعدادا لمباراة الرجاء بعد غد إن شاء الله في الأسبوع العشرين من بطولة الدوري، واللي هي أكيد مباراة طبعا أهمية لها أهمية كبيرة طبعا زي المباريات السابقة والمباريات القادمة في ظل مشوار النادي الأهلي للحفاظ على بطولة الدوري. لكن خليني أقول لك إن النهاردة كان في محاضرة للاعبين من كابتن حسام البدري قبل المران، استمرت حوالي نصف ساعة، بعدها المران على طول ابتدى في تمام الساعة 3 عصرا. يمكن النهاردة اليوم الثاني على التوالي أيضا مران استشفائي للاعبين اللي لعبوا المباراة الأخيرة بشكل أساسي، وده طبعا بسبب الإجهاد اللي بيعاني منه لاعبي النادي الأهلي بسبب توالي المباريات وضغط المباريات كل 3 أو 4 أيام مباراة، فبالتالي طبيعي ان يكون في اجهاد بدني بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. عشان كده كان في تدريبات استشفائيه للاعبين اللي لعبوا او شاركوا بشكل اساسي في المباراه الاخيره. في المقابل طبعا كان في تدريبات بدنيه قويه بالنسبه للاعبين الاخرين اللي ما شاركوش في المباراه الاخيره، وايضا كان لهم بعض تدريبات الكره. ومع نهايه المران كان في جمل تكتيكيه كده كابتن حسام بدري بيحاول يحفظها للاعبي النادي الاهلي، وبعديها على طول كان في تقديمه شارك فيها اللاعبين المتاحين بالنسبه للكابتن حسام البدري في المران، وتالق بشكل ملفت كل من هشام محمد وصالح جمعه وادوا تقديمه بشكل اكثر من رائع. ويمكن خلال التقديمه دي يمكن مروان محسن كان تعرض لاصابه للاسف طبعا في الجزع في الكاحل، وده يمكن يعطل مروان محسن شويه، لكن بكره ان شاء الله هيبقى في فحص طبي للاعب وهيتم تحديد المدة اللي هيغيب من خلالها عن التدريبات الجماعية بالنسبة للنادي الأهلي. وأكيد نتمنى لمروان إن هو يعود سريعا لأنه أكيد إضافة قوية جدا في صفوف النادي الأهلي. أيضا بعد نهاية التقسيمة كان في تدريبات على ضربات الجزاء وشارك فيها جميع اللاعبين وأدوها بشكل جيد جدا، وأيضا تألق فيها صالح جمعة لأنه سدد أكثر من تسديدة بشكل جيد جدا. بشكل عام يا آية الأمور جيدة جدا بالنسبة للاعبين، كله مستعد إن شاء الله للمباراة المقبلة أمام فريق الرجاء، واللي هي تثبت مباراة أيضا مهمة جدا وهي مباراة الإسماعيلي. لو الأهلي إن شاء الله قدر إن هو يفوز في المباراتين دول هيوسع الفار بشكل جيد جدا مع فريق الإسماعيلي أيضا بعد تعادله في مباراة الأمس. لكن أيضا عايز أتكلم عن بقية المصابين في النادي الأهلي، وزي ما أنت قلتي أحمد فتحي هيغيب عن المباراة المقبلة أمام الرجاء، لكن عايز أطمن كل جمهور النادي الأهلي إن أحمد فتحي إن شاء الله هيلحق مباراة الإسماعيلي، خصوصا ان هو عنده اجهاد بس يعني حتى مش شد في العضله الاماميه، ان شاء الله هيتعافى سريعا ويرجع في مباراة الإسماعيلي. وهيصحبه كمان في العوده محمد نجيب اللي جاي بقاله فتره بسبب الشد في العضله الضامه وايضا بعض الالام في الحوض. محمد نجيب النهارده كان عنده بعض التدريبات التاهيليه واللي اداها بشكل جيد جدا، واضح جدا تحسن حالته الطبيه، وان شاء الله في غضون يومين ثلاثه بالكثير جدا هيشارك التدريبات الجماعيه مع الفريق عشان يكون جاهز ومتاح للكابتن حسام البدري في الفتره المهمه المقبله، وبدايه ان شاء الله من مباراه الاسماعيلي بكره ان شاء الله. خليني اقول لك برده ان مش هيكون في تدريب صباحي بالنسبه للنادي الاهلي، هيبقى التجمع بالنسبه للاعبين والجهاز الفني في النادي الساعه 11 الصبح، وهيتحرك الاتوبيس الخاص بفريق النادي الاهلي في اتجاهه لمدينه الاسكندريه، وهيكون في مران ان شاء الله غدا في الاسكندريه استعدادا لمباراه بعد غد امام فريق الرجاء، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. حرص النادي الاهلي على المشاركه في حفل الوفاء الثاني للاعبي كره القدم القدامى والذي اقيم مساء امس الاثنين في وزاره الشباب والرياضه، حيث شارك في الحفل عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى وإبراهيم عبد الصمد مدير أكاديمية الأهلي. وأوضح عبد الشافي أن المشاركة في حفل تكريم اللاعبين القدامى يزداد من عام إلى آخر، موجها الشكر إلى كل من يدعم ويساند اللاعبين القدامى. ونتابع أبرز تصريحات المدير الرياضي بالأهلي خلال الاحتفال في التقرير التالي. We'll be right back.
قوي لانه بيحمل قيمه من القيم العظيمه جدا هي الوفاء. وانا بعتبره نوع من انواع الواجب ونوع من انواع الواجب علينا والحق ليهم، لان هم نجوم ابدعوا، نجوم قدموا كتير جدا، ضحوا، نجوم اسعدوا الكثير جدا من الجماهير المصريه، واسعدوا الانديه بتاعتهم ومنتخباتهم اللي هم مثلوها. انا بعتبر النهارده بصراحه انا يعني انا من في النادي من الساعه 10 الصبح ومجهد جدا وتعبان، بس لا تتخيل الاربع ساعات دول اسعدوني جدا ومش حاسس باي تعب، لان حاسس ان احنا النهارده عملنا حاجه كجمعيه، حاجه كويسه قوي بصراحه. بشكر كل الناس اللي ساهمت في هذا الحفل، وانا بسميه حفل لان الناس كلها ماشيه مبسوطه وفرحانه. بشكر الوزير خالد عبد العزيز لانه النهارده هو وضع كل امكانيات الوزاره تحت امر الجمعيه، وقدر ان هو من خلال حتى الفقره الفنيه اللي قدمتها الفرقه الموسيقيه اللي هي يعني بتضم شباب وشابات من الموهوبين والموهوبات اللي اسعدونا جدا بفاصل فني رائع جدا. انا حاسس ان انا كنت في فرح النهارده، وبشكر زمايلي في الجمعيه اعضاء المجلس، وبشكر الكابتن عبد المنعم الحاج رئيس المجلس والكابتن ابو رجيله نائب الرئيس، لانه بصراحه الناس دي تعبت معانا جدا وتعبوا جدا في ان احنا نخرج هذا اليوم بهذا الشكل. بشكر كل الناس اللي ساهمت معانا باي شكل من الاشكال، خاصه الناحيه الماديه، لان الناحيه الماديه النهارده هي الترجمه العمليه لاي نوع من انواع التكريم. التكريم الادبي كان واجب ايضا. في الاخر يعني بتمنى ان حصه هذه الجمعيه مع الوقت تزيد. بشكر السيده الفاضله وزيره التضامن لان ليها دور كبير جدا موجود معانا. بشكر كل الناس سواء افراد او شخصيات او مؤسسات، اتحاد الكوره، يعني اكيد انا ناسي حد. برضو النجوم الكبار اللي ساهموا معانا النهارده زي كابتن محمد صلاح. فانا اعتقد ان النهارده كان يوم جميل قوي قوي قوي، بيحمل الكثير من المعاني الحلوه، بيحمل الكثير من الحب والوفاء، بيحمل الكثير من تحديد القيم زي قيمه العطاء والمردود بتاعها. فاتمنى ان شاء الله ان هذه الايام تتكرر تاني، ونقف مع الأسر ونقف مع الأفراد ومع النجوم اللي فعلا أعطوا الكثير. والآن إلى فصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية وإلى متابعة أخبار اتحاد الكرة. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي، واعتماد جهازه المعاون من معتمد جمال مدربا عاما، ومحمد شوقي ووائل رياض مدربين، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى. كما قرر الاتحاد تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2001 من أشرف قاسم مديرا فنيا، وهشام عبد المنعم مدربا عاما، وعبد الستار صبري وأحمد فاروق مدربين، وأحمد رزيقة مدربا لحراس المرمى. كما وافق المجلس على أن يكون القيد في الموسم المقبل من 25 لاعبا، واستمرار مسابقة 97 ب 25 لاعبا، على أن يتم إعلان مسابقات الموسم المقبل خلال الاجتماع القادم. ووافق مجلس الإدارة على تعيين السيد جمال علام رئيس الاتحاد السابق مستشارا للسيد رئيس الاتحاد. يعقد وفد من اتحاد الكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة جلسة مع الجهات الأمنية غدا الأربعاء من أجل مناقشة تصورات عودة الجماهير إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة. وكان اتحاد الكرة حصل على موافقة من الأمن بعودة الجماهير إلى المدرجات بداية من دور 16 لبطولة كأس مصر. ويرغب اتحاد الكرة بأن يكون دخول الجماهير بأعداد محددة
على أن يتم زيادتها بشكل تدريجي، ويقتصر الحضور الجماهيري على مباريات الكأس فقط، على أن تكون جميع مباريات الدور الثاني من الدوري بدون جماهير، استنادا لمبدأ تكافؤ الفرص في عدم حضورها الدوري الأول. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster, bolder, or better with a ball. He's the official mascot of the 2018 FIFA World Cup. عرض أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة على الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة 4 منتخبات من أجل المفاضلة بينهم، وهم صربيا وكولومبيا وسويسرا والنمسا. ومن المنتظر أن يعقد أبو ريدة جلسة مع كوبر عقب عودة الأخير من أجازته في نهاية شهر يناير. ويدخل منتخب مصر معسكرا مغلقا يوم 19 من شهر مارس المقبل في سويسرا، على أن يتخلله وديتين أمام البرتغال واليونان. قرر عاصم حامد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي خوض 3 مباريات ودية خلال الأسبوع الجاري بالإسكندرية. ويأتي قرار حماد للحفاظ على مستوى اللاعبين خلال فترة توقف مسابقات اتحاد الكرة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون. ويخوض الفريق مواجهاته الودية أمام فرق الأولمبي وسبورتينج وسموحة أيام الأربعاء والخميس والجمعة القادمة على الترتيب. خاض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي تدريبات بدنية مكثفة خلال الساعات الماضية، إلى جانب التدريبات الفنية في إطار حرص الجهاز على الارتقاء بالنواحي البدنية للاعبين. وقاد إسلام علي المدرب العام تدريبات الفريق الأخيرة في ظل غياب طارق خيري المدير الفني بسبب وفاة والدته، وحرص المدرب العام للفريق على زيادة الجرعات البدنية للاعبين في ظل المجهود الكبير الذي يبذله الفريق خلال المنافسات. يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد فريق الكونغو برازافيل غد الأربعاء في ربع نهائي البطولة الإفريقية التي تستضيفها الجابون وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري. وكان المنتخب قد حسم صدارة المجموعة بعد الفوز بكل المباريات أمام المغرب وأنغولا ونيجيريا والكونغو الديمقراطية، ليواجه الكونغو برازافيل صاحب المركز الرابع بالمجموعة الثانية. والآن إلى فاصل قصير ونستأنف نشرتنا الرياضية. There's a war outside my door. Is it what you're looking for?
flower child, you're born to run, following the western sun. And when you find a place you're looking for, maybe you will finally settle down. Songs that you will sing on your path along the way, it could lead you back to me. And when you find a place you're looking for, maybe you will finally settle down. هو محمد صلاح. وإلى جولة في الملاعب العالمية، أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هو أحد أفضل اللاعبين حاليا على مستوى العالم،
وينتظره مستقبل بارز، مما أثار تكهنات حول اهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدماته. وأشارت صحيفة آس الإسبانية أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أكد مؤخرا على اهتمام النادي الملكي بضم نجم هجوم المنتخب المصري. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المسؤول المصري أكد أن ريال مدريد سيقدم عرضا كبيرا للاعب، وهو ما يدعم التصريحات التي أطلقها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في وقت سابق حول هذا الموضوع. قال يوفيم لوفا المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه يأمل في قرعة صعبة لفريقه في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية. وقال لوف خلال تواجده في مدينة لوزان السويسرية التي تشهد حفل سحب قرعة البطولة غدا الأربعاء: دائما ما نريد تقييم أنفسنا أمام فريق كبير، لذلك فأنا لا أعترض على أن نقع في قرعة قوية. ويعد المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم ضمن المنتخبات الأربعة بالتصنيف الأول في قرعة البطولة، وبالتالي لن يواجه منتخبات البرتغال بطل أوروبا وإسبانيا وبلجيكا. أكدت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن التشيلي أليكسيس سانشيز لن يكون آخر الصفقات التي يبرمها نادي مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه. وذكرت الصحيفة أن احتمال ضم جاريث بيل يعود مرة أخرى بغض النظر عن مستقبل المدرب زين الدين زيدان، حيث إن ريال مدريد يستعد لتغييرات كبيرة في خط الهجوم، حيث يستهدف أسماء مثل إيدين هازارد وهاري كين. ومن ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لملعب أولد ترافورد، وكذلك الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني. ظهر كريستيانو رونالدو في تدريبات فريقه ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء بهالة سوداء وتورم أسفل عينه اليسرى، وذلك نتيجة تعرضه لضربة قوية في الوجه بعد الهدف السادس الذي سجله في الفوز الأخير على ديبورتيفو لاكورونيا. وعالج الجهاز الطبي لريال مدريد حاجبه الأيسر بثلاثة غرز حسب ما ذكره النادي الملكي، إلى أن الإصابة لم تمنعه من التدرب بشكل طبيعي مع زملائه. وألمحت صحيفة ماركا إلى أن النجم البرتغالي لن يشارك في المباراة القادمة ضد الضيف ليجانيس في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وأنه من المتوقع أن يشارك في المباراة التالية خارج الأرض ضد فالنسيا ضمن الجولة 21 من الليغا. قال الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي أنه يعشق اللعب مع مواطنه ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني. وصرح دي ماريا لإذاعة فوكس سبورتس راديو: نحن مرشحون للفوز بالمونديال لأن ميسي لدينا، لذا من الصعب أن تسير الأمور على نفس النحو حين يغيب. وأكد الجناح الأرجنتيني أنه لا يضمن وجوده في قائمة مونديال روسيا،
لافتا إلى أن مدرب منتخب بلاده خورخي سامبالي كان واضحا معنا وقال إن الوحيد الموجود بالقائمة هو ميسي. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع والبداية من الأهرام. لجنة الكرة تفتح باب المفاوضات مع أندرلخت وتستطلع رأي تريزيجي للعودة. الأخبار: الأهلي واثق الخطوة يسير منفردا بالقمة. الوفد اختبار طبي لأحمد فتحي على هامش ميران الأهلي. المصري اليوم: الخطيب بتكريم الأهلي للفائزين بالبطولات رسالة تحفيز لجميع فرق النادي. الوطن سبورت: أيوب موقف الرجاء في الجدول يصعب المباراة. الشروق: إكرامي جددت للأهلي بدون تفكير ولا أخاف على مكاني في المنتخب. اليوم السابع: الأهلي يتفق على بروتوكول تعاون مع السفارة الألمانية. فيتو محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي غدا استعدادا للرجاء. يلا كورة: أيمن أشرف أصبحت أجيد اللعب في مركز المدافع وأتمنى المشاركة بكأس العالم. يورو سبورت عربية: وعد جديد لعبد الله السعيد يحسم بقاءه في الأهلي. إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.